لماذا المرأة؟ لأن المرأة بواقع الحال أكثر ضعفاً، هي الأكثر تعرضاً للعنف، وهي أيضاً الأكثر معاناة في وقت الحروب. قضايا المرأة هي قضايا أوطان، وهي قضايا لا تعني المرأة وحدها، وإنما تعني الحياة بأكملها، لأنها هي شريكة وهي موجودة كجزء من الجنس البشري وليست كائن غريب عن هذه الكرة الأرضية. أعتقد أن المرأة يجب أن تعامل قضاياها دائما وتعالج، وأن يسلط عليها أضواء ليس بيوم واحد فقط في السنة، وإنما دائما يجب أن تعالج هذه القضايا كجزء من المشاكل التي يتعرض لها المجتمعات بشكل عام.